السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في أول فيديو في كورس الفاينانشال أكاونتينج المحاسبة المالية. إن شاء الله في الفيديو ده هندي مقدمة بسيطة عن الفاينانشال أكاونتينج، ونعرف يعني إيه الأكاونتينج بصفة عامة، يعني إيه المحاسبة، لأن في ناس كتير مش عارفة إيه المحاسبة، بيفكر المحاسبة عبارة عن أرقام فزيها زي الرياضة. لا، المحاسبة شيء مختلف تماما، وفي الفيديو ده هنعرف يعني ايه accounting. فالaccounting عبارة عن ايه؟ الaccounting دي عبارة عن لغة، عبارة عن language، دي لغة الايه؟ لغة التجارة او language of business. يعني دي لغة بنقدر نتكلم بيها او نفهم بعض بيها، بس مش هنفهم بعض بقى، هنفهم ايه؟ هنفهم البيزنس بتاعنا بيها. طيب عاوزين نفهم بطريقة اوضح، ناخد مع بعض المثال ده. هنفترض ان احنا معانا اونر اهو، عندنا اونر مبسوط فرحان، راح فتح مطعم او قهوة او هنسميها كافي شوب للناس، ولاد الناس بيسموها كافي شوب ما بيسموهاش قهوة. تمام، ده البيزنس بتاعه. الاونر ده فتح البيزنس اللي هو الكافي شوب بتاعته او القهوة بتاعته، فتحها مثلا شهر اتنين تلاتة. فالأونر حيعرف إن البيزنس بتاعه ده بيكسب ولا بيخسر، يعني بيكسب أكمل فيه ولا بيخسر مش جايب همه فوقفه. فالماشي، رحنا ده للصبي بتاعه. تمام، أو زي ما قلنا لو أنت ابن ناس هنسميه ويتر. راح قال له هات لي الفواتير اللي عندك فين إيه؟ في الكافي شوب أو في القهوة بتاعتي. تمام، فراح جاب له الفواتير كلها. فبيبص في الفواتير كده، لقى في فواتير كتير جدا، هناخد منهم مثلا خمس أمثلة. لا، في فواتير بيع، فلقى مثلا إن إحنا sold beverages، يعني بعنا مشروبات بقيمة ألف دولار. sold food، يعني بعنا برضو أكل بقيمة $1,500، دي فواتير بيع. لا، برضو في فواتير كهرباء $200. لا، في rent، فاتورة إيجار $500. لا، salaries $1,000. فواتير كتير جدا غيرها كتير. فلما الاونر شاف الفواتير دي كلها ما فهمش حاجه، احتاس زي ما احنا شايفين كده، راح احتاس مش فاهم. طيب انا كسبت ولا خسرت؟ وانا شايف فواتير وفواتير كتير، عندي مثلا 1000 فاتوره، بس انا مش فاهم انا كسبت ولا خسرت. انا عندي انفورميشن بس مش متنظمه. دي الانفورميشن، الفواتير دي الداتا، يعني الانفورميشن الفواتير دي الداتا بتاعتي. الداتا بتبقى غير مفهومه، دي بيانات. تمام، طيب انا البيانات دي عايز انظمها في شكل بحيث يبقى معلومات افهمها. تمام، فالاونر راح عمل ايه؟ قال لك ان هعين اكاونتنت، هعين محاسب، اللي هو انتم ان شاء الله. قال لك ان هعين محاسب درس يعني اكاونتنج، هو يفهمني الكلام ده. فلما المحاسب ده جه، هو درس اكاونتنج وعارف ان الاكاونتنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن لانجويج، عباره عن لغه. وكاي لغه، اي لغه ليها تلات انشطه اساسيه. ايه هما؟ identify، record، و communicate. يعني اي لغة بيت ليها تلات انشطة اساسية، اللي هي تعرف الحاجة اللي قدامها، تسجلها عشان نقدر نتواصل بيها مع بعض. يعني اللغة بتاعتك بتعرفت ان ده ترابيزة، تمام، فبتسجلها في القانون في القاموس ان ده ترابيزة، وبنقدر نتواصل بيها ان دي ترابيزة او ده كرسي، فبنسجله في القاموس ان ده كرسي، فبنقدر نتواصل بيه وعرفنا الكرسي ده عبارة عن ايه. فنفس الكلام ان الاكاونتنج ده لانجوج، بس هي الاكاونتنج ده لغة مين؟ لغة التجارة. يعني دي لغة بتعبر عن البيزنس، مش لغة تواصل بين الافراد، دي لغة التواصل بتاعت الايه؟ بتاعت التجارة. يعني نقدر نفهم بيها الايه؟ البيزنس بتاعنا. طيب فاللانجوج او بيزنس ده هيعرف ايه؟ هيعرف ويسجل ويوصل ايه؟ قال لك هيعمل ايدنتيفاي وريكورد وكوميونيكيت للاحداث اللي بتحصل جوه البيزنس، عشان دي اللانجوج اوف بيزنس، فاكيد هتهتم بالاحداث اللي بتحصل جوه البيزنس، هي الاحداث الاقتصاديه بتاعت البيزنس نفسه. فعشان كده الاكاونتنج عباره عن لانجوج اوف بيزنس، بتعمل ايدنتيفاي وريكورد وكوميونيكيت للايكونوميك ايفنتس بتاعت البيزنس نفسها. فاحنا كده فهمنا تعريف الاكاونتنج. فالاكاونتنت بناء على التعريف ده قال لك خلاص انا ابتدي اول حاجه ايدنتيفاي،
فبص كده تقول، بيقول اه ده في فاتورة بيع، يعني انت بعت مشروبات بقيمة 1000 دولار، وفي فاتورة تانية فاتورة بيع مأكولات ب1500 دولار. فالاتنين دولت قال لك اه دي حاجات انت بعتها، فبيبتدي يعرفها دلوقتي دي حاجة انت بعتها، دي انت بعتها من في الايه، خلال الأنشطة التشغيلية بتاعتك. يعني ده نشاطك، انت واحد فاتح مطعم او فاتح كافي شوب، فالنشاط بتاعك اللي انت تبيع الحاجات دي، فلك الحاجات اللي داخله لك من الانشطه بتاعتك، من الانشطه التشغيليه بتاعتك دي هنسميها ايرادات. ده ايراد داخل لك، يعني انت اساسا كنت فاتح الكافي شوب ده او فاتح المطعم بتاعك ده عشان تعمل، عشان تبيع، فالحاجات اللي بتجي لك من المبيعات بتاعتك هنسميها ايرادات، ريفينيوز، ايرادات. ايرادات دي يعني ايه؟ يعني حاجه داخله لك. تمام، قال لك اه. قال لك طب انت دلوقتي عندك فواتير تانية، فاتورة كهرباء وفاتورة إيجار وفاتورة مرتبات. قال لك دي فواتير أنت تعتبر تكلفة عليك، أو حاجات أنت مصروف، مصروف من الأنشطة. قال لك أنت دي أنت تكلفتها عشان أنت بتشتغل، يعني ناتج عن الأنشطة التشغيلية تحتك. آه قال لك إن يعني الحاجات دي بنسميها إيه؟ هنسميها مصروفات. قال لك يعني كده إن الفلوس اللي داخلة لك من الأنشطة التشغيلية بتاعتك هنسميها ايرادات، الانشطه التشغيليه الاوبريتنج اكتيفيتيز هنسميها ريفينيوز. انت اشتغلت وحققت ريفينيوز او حققت ايرادات، تمام، بس عشان تشتغل انت اضطريت ان انت تصرف حاجات، مفيش حد بيشتغل ببلاش. يعني اللي فاتح مطعم لازم يدفع كهرباء، هيدفع ايجار، هيدفع مرتبات، وهيدفع حاجات كتير. فالحاجات اللي هيدفعها دي هنسميها ايه؟ مصروفات او اكسبنسز. فاحنا كده اول حاجه عملناها اللي هي الايه، ايدنتيفاي، عرفنا الحاجه، عرفنا ان دي ايرادات ودول دي مصروفات. قال لك طب اعمل ريكورد، سجل بقى. فراجل المحاسب بتاعنا راح كتب اه في ريفينيو ب 1000، في ريفينيو تاني ب 1500 بتاع الفود. طب الالكتريسيتي ده اكسبنس، فيبقى في اكسبنس ب 200، والرنت ده اكسبنس، فيبقى في اكسبنس ب 500، والسيرفيس ده اكسبنس برضه، يبقى في اكسبنس بكام؟ ب 1000. يبقى كده عملنا ايه؟ ريكورد. يعني اول حاجه عرفناها، بعد كده سجلناها بقى، سجلناها بالتعريف اللي احنا عرفناه اللي هو revenues و expenses. طيب دلوقتي انت لو وريت ال owner ال revenue وال expenses دولت، هو برضو مش عارف انا كسبت ولا خسرت. هو ال owner كل يهمه انا كسبان ولا خسران، اديني معلومة اللي انا عايزها. قال لك اه، يبقى انت لسه ناقص لك حاجة مهمة، ان انت تعمل communicate، توصل المعلومة لمين؟ لل owner، لل owner اللي هو المستخدم بتاع ال accounting. هو عاوز يستخدم المعلومات دي عشان يعمل عليها قرار او يبني عليها قرارات، اكمل ولا اوقف. فعشان تعمل كومنيكيت قال لك لازم تنظم المعلومات بتاعتك دي في شكل الاونر يقدر يفهمه. قال لك انظمها ازاي؟ قال لك حل بسيطه، خد الريفنيوز حطهم مع بعض. الريفنيوز كام؟ في 1000 و1500، يبقى كام؟ يبقى 2500. وعندك اكسبنسز، الاكسبنسز عندك 200 و500 و1000، يبقى كام؟ 1700. فانت بتقول عندك ريفينيوز ب 2500 وعندك اكسبنسز ب 1700، يعني الريفينيوز الايرادات اللي داخله لك اعلى من الايه؟ اعلى من المصروفات اللي انت صرفتها. يبقى انت كده كسبت ولا خسرت؟ على انا كده حققت مكسب. انت كده حققت ايه؟ مكسب. حققت مكسب كام؟ 800 دولار بيسموه نت انكم. يعني ايه؟ صافي الربح. يعني كده البيزنس حقق نت انكم، حقق صافي ربح 800 دولار. ليه حقق صافي ربح؟ لان الايرادات اللي داخله اللي هي الريفينيوز اللي دخلت الشركه اعلى من الاكسبنسز اللي ايه؟ اللي اتصرفت. فانا كده ايه؟ كده انا عملت كوميونيكيت، كده انا هاخد المعلومه دي واروح اعمل لها كوميونيكيت للاونر، اقول له انت حققت نت انكم البيزنس بتاعك، مش انت بقى، البيزنس بتاعك حقق نت انكم بكام؟ 800 دولار. فكده الاونر فهم، اتبسط تاني وفهم انا كده اه، انا كده فهمت انا البيزنس بتاعي كسب ولا خسر. فانت كل اللي عملته كمحاسب، انت خدت الفواتير دي ترجمتها وحولتها لانفورميشن الاونر يقدر ايه؟ يفهمها. فدي لانجوج. انت ما عملتش رياضات، انت ما عملتش رياضه، ما عملتش، ما جمعتش ولا طرحت ولا ضربت وقسمت والكلام اللي هو بتاع الرياضه، لا، انت خدت المعلومات نظمتها في شكل الاونر يقدر يفهمه واديتها له، بحيث هو ياخد المعلومه بتاعته اللي هو النت انكم، اللي هو انا حققت صافي ربح قد ايه، ويقدر يبني عليها قراره. هو حقق صافي ربح لان الايرادات اعلى من الايه؟
مصروفات. طب لو العكس، لو المصروفات اعلى من الايرادات، يبقى ساعتها البيزنس ايه؟ بيخسر ويوقف البيزنس بتاعه احسن او يقفله. طيب يبقى احنا كنا عملنا الحكايه دي كلها ليه؟ عشان الاونر يقدر يفهم، او الاونر يقدر ياخد المعلومه اللي هو عايزها ويبني عليها قراره. يعني مين اللي استخدم الاكاونتنج انفورميشن؟ الاكاونتنج انفورميشن هي النت انكم او النت لوس، يعني حققت مكسب ولا حققت خساره، او حققت مكسب كام او حققت خساره بكام، دي اسمها اكاونتنج انفورميشن. طب مين اللي كان عايز الاكاونتنج انفورميشن دي؟ الاونر، المالك كان عايزها ليه؟ عشان يقدر يبني عليها قراره. فالاونر في نفس الوقت بقى ايه؟ بقى يوزر، هو ده اليوزر بتاع الاكاونتنج انفورميشن، ده المستخدم بتاعت المعلومات المحاسبيه. يعني احنا كنا بنطلع الاكاونتنج انفورميشن عشان هو يقدر يستخدمها. فالاونر هو نفسه الايه؟ اليوزر بتاع الاكاونتنج انفورميشن. طب هل الاونر هو اليوزر الوحيد للاكاونتنج انفورميشن؟ هل المالك هو المستخدم الوحيد للمعلومات المحاسبيه؟ قال لك لا، قال لك في يوزرز كتير للاكاونتنج انفورميشن، مش الاونر بس. فهنعرف مع بعض ايه هم التايبس اوف اكاونتنج انفورميشن يوزر، انواع مستخدمين المعلومات المحاسبيه. قال لك احنا نقسم اليوزرز دولت تو كاتيجوريز، او مجموعتين اساسيتين. ايه هم؟ اكسترنال يوزرز يعني مستخدمين خارجيين، وانترنال يوزرز يعني مستخدمين داخليين. تمام. المستخدمين الخارجيين اللي هم بره الشركه، اللي هم مش شغالين في الشركه، المستخدمين الخارجيين دولت اللي هم خارج الشركه يعني مش شغالين جوه الشركه. طب الانترنال يوزرز، الانترنال يوزرز دول الناس اللي شغالين جوه الشركه. طب ناخد امثله، الاكسترنال يوزرز دول المستثمرين انفستورز، او الكريدتورز يعني الناس اللي عايزين يستثمروا في الشركه او بيستثمروا في الشركه، او الناس اللي بيسلفوا الشركه الكريدتور زي البنوك. تمام. فدول بنسميهم اكسترنال يوزرز، دول ناس بره الشركه مش شغالين، ده مستثمر او بيسلف الشركه كريدتور للشركه. تمام، دائن للشركه. فايه؟ فمحتاج يعرف الشركه دي بتكسب ولا بتخسر، يعني استثمر فيها ولا ما استثمرش فيها. تمام، اسحب استثماري منها ولا لا، يعني اشوف اني شركه بتكسب اكتر، فعاوز يقارن ما بين شركات. الكريدتور اللي هو الداين نفس الكلام، او هو البنك يعني عاوز يعرف انا سالف الشركه دي ولا لا، يعني لو سالفتها تقدر ترجع لي فلوسي والفايده ولا لا. فدول بيسميهم الاكسترنال يوزرز. الانترنال يوزرز اللي هم الناس جوه الشركه، زي مين؟ زي المانجرز والامبلويز، المديرين والايه؟ والموظفين. طيب هل المديرين والموظفين محتاجين نفس الانفورميشن اللي محتاجها الاكسترنال يوزرز اللي هم الانفستور والكريتورز؟ قال لك لا، احنا زي ما قلنا الانفستور والكريتورز عاوزين يعرفوا احنا نستثمر في الشركه ولا لا، طب نستثمر في الشركه دي ولا نستثمر في الشركه الثانيه، طب نسلف الشركه دي ولا لا، هتقدر ترجع لنا فلوسنا ولا لا. طب الانترنال يوزرز لا، هم عاوزين حاجه ثانيه، عاوزين مثلا معلومات يقدروا بيها يسعروا المنتج، يعني سعر المنتج ده كام. طيب عاوزين نعرف ندفع ارباح، نوزع ارباح للناس ولا لا. طب عاوزين نعرف نعمل دعايه للمنتج بتاعنا ولا لا. طب نكمل انتاج المنتج ده ولا نوقفه، مش جايب همه، يعني المنتج ده ننزل منه نسخ جديده ولا خلاص ده مش جايب همه. تمام، البرودكشن لاين، خط الانتاج ده نوقفه ولا نكمله. فمحتاجين معلومات تانية لان هم ليهم ايه؟ بياخدوا قرارات تانية. فعشان كده احنا قسمناهم مجموعتين اللي هم الاكسترنال يوزرز والانترنال يوزرز. الاكسترنال يوزر بياخدوا قرارات مختلفة عن القرارات بتاعت مين؟ الانترنال يوزرز. طب بالعقل كده كل واحد فيهم بياخد قرارات مختلفة، يبقى نفس الاكاونتنج هيبقى للاتنين، يعني الاكاونتنج بتاع الاكسترنال يوزرز هيبقى نفس الاكاونتنج للانترنال يوزرز؟ قال لك لا، ما دام انت بتاخد قرارات مختلفه يبقى انت محتاج اكاونتنج انفورميشن، او محتاج معلومات محاسبيه مختلفه. فعشان كده المعلومات المحاسبيه اللي محتاجينها الانترنال يوزرز هنعمل لهم اكاونتنج، هنسميها المانجيريال اكاونتنج او المحاسبه الاداريه. المعلومات اللي هم عايزينها بياخدوها من المحاسبه هنسميها المحاسبه الاداريه، ودي هندرسها في السنين اللي جايه ان شاء الله. اما الاكسترنال يوزرز المعلومات اللي هم عايزينها هياخدوها من الايه؟ من الفاينانشال اكاونتنج او المحاسبه الماليه. تمام. طيب هياخدوا المعلومات اللي هم عايزينها من الفاينانشال اكاونتنج ازاي؟
قال لك المعلومات اللي هم عايزينها تاخدوها من الفاينانشال اكاونتنج عن طريق حاجه هنسميها الفاينانشال ستيتمنتس او القوائم الماليه. تمام؟ يعني احنا في الفاينانشال اكاونتنج بنطلع حاجه هنسميها الفاينانشال ستيتمنت، القوائم الماليه. الفاينانشال ستيتمنت دي او القوائم الماليه بيبقى فيها كل المعلومات اللي الاكسترنال يوزرز محتاجينها عشان يقدروا ياخدوا ايه، عشان يقدروا ياخدوا قراراتهم. وان شاء الله التركيز بتاعنا في الكورس ده هيبقى على الايه، وخصوصا قبل الميد ترم هيبقى تركيزنا كله على الفاينانشال ستيتمنت بتاعت الشركه ازاي نحضرها. طبعا دي كانت مقدمه سريعه في كورس انا كورس الفاينانشال اكاونتنج، وايه هو تعريف الاكاونتنج بصفه عامه. السيتس دي اللي جاي هنت اكتر وهنتعمق اكتر في الفاينانشال اكاونتنج، وهنعرف ايه هي البيزك اكاونتنج ايكويشن. تمام؟ اللي هي assets equal liabilities plus owners equity. ده هيبقى تركيز الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا المقدمة دي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.